فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عند قبره بالشفاعة في الآخرة يعد شركا أكبر؟ إيش؟ هل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عند قبره بالشفاعة في الآخرة يعد شركا؟ دعاؤه بالشفاعة في الآخرة، كيف يدعو الرسول؟ لا، يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين، يطلب الشفاعة من الله، ما يطلبها من الرسول ولا من الصالحين، وإنما يطلبها من الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا فتطلب من الله. نعم.